هناك علاقة تاريخية بين غلف كرافت والسوق الأمريكي، حيث أن فكرة إنشاء الشركة وبدايات الشركة بدأت بالعلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تعاون مع كثير من الشركات وكثير من الأفراد اللي جوا وعملوا في شركة الخليج أثناء تأسيسها من الولايات المتحدة. هذه المرة طبعا نعود بشكل أكثر تنظيما وبمنتج أفضل بكثير من المرات السابقة، وبدعم محلي عن طريق وجود شركة محلية أمريكية تساهم في الترويج لمنتجات الشركة وخاصة الماجستي العين. الخطوة كانت دائما القادمة هي الدخول للسوق الأمريكي، وانتظرنا فترة حتى نوجد التنظيم المناسب للدخول إلى هذا السوق، وهذه كانت الفرصة المناسبة. والحمد لله أننا من أول دخول استطعنا أن نفوز بجائزة أفضل يخت في هذا المعرض. لما نتحدث عن أفضل يخت في هذا المعرض نتحدث عن أفضل يخت أمام 1500 يخت آخر مشارك، نتحدث أيضا أننا فزنا أمام عشرات الشركات الأوروبية والأمريكية والعالمية المشاركة في هذا المعرض منذ سنوات طويلة. هذا المعرض عمره 60 سنة، وبالتالي هناك مشاركات كبيرة، هناك يخوت أكبر منا وهناك يخوت أصغر وهناك يخوت بحجم يختنا، لكن أن يفوز هذا اليخت بأفضل يخت في المعرض على الإطلاق، فهذا يعني المستوى الحقيقة اللي وصلت ليخوت الشركة وخاصة يخوت الماجستي على المستوى العالمي. نحن متفائلون ونعرف تماما من تجارب سابقة أن السوق الأمريكي هو أكبر سوق في العالم، لكن أيضا نعرف أنه سوق صعب، سوق متنوع متعدد. على ثقة كبيرة بأننا سنستطيع أن نرفع علم الإمارات في جميع المواني حيث توجد قوارب أو يخوت من صناعة شركة الخليج، من صناعة القوارب.